solutions of weak acids and their salts. محاليل الحوامض الضعيفة وأملاح. Solutions of weak acids or bases and their conjugates. يعني أملاحها. Exhibit buffering. تبدي ممانعة لتغيير ال pH. هذه محاليل بالعربي نسميها المحاليل الدارئة أو محاليل البفر أو المحاليل المنظمة للحامضية. هي بالحقيقة أما تكون من حامض ضعيف وملحة أو قاعدة ضعيفة وملحة. The ability to resist a change in pH following the addition of strong acid or base, since many metabolic reactions are accompanied by a release or uptake of protons. Most intracellular reactions are buffer. يعني احنا بالحقيقة راح في أجسامنا نتناول أحماض ونتناول قواعد. لكن يبقى الـ pH ضمن الحد الطبيعي لأنه في أجسامنا موجودة بفر. كذلك ممكن أن نخلق بفرات في البيئة الخارجية في المحاليل الخارج أجسامنا. ممكن نوفر بفرات عن طريق تكوين محاليل من الحوامض الضعيفة وأملاحها أو من القواعد الضعيفة وأملاحها. Oxidative metabolism produce CO2. في أجسامنا دائما الأكسدة تنتج أكسدة المواد الغذائية تنتج CO2 and anhydride or carbonic acid. كذلك حامض ضعيف وحامض الكربونيك which is not buffered which if not buffered will produce severe acidosis. في حال لم يتم دفع ضرر هذه الحامضية اللي تنتج باستمرار من CO2 ومن H2CO3 حوامض فإنه راح تسبب لنا ما يسمى بالأسيدوزز أو ارتفاع في الحامضية أو انخفاض في pH الدم. Maintenance of a constant pH involves buffering by يعني نحافظ على الـ pH في الدم من خلال وجود phosphate, bicarbonate, proteins which accept or release protons to resist a change in pH. إذا هي أما تأخذ البروتونات أو تهب البروتونات تبعا للحالة الموجودة في الدم وبالتالي تمنع تغير pH في الدم وتحافظ على pH بمقدار 7.4. المخطط نلاحظ انه عندنا في الواي اكسس وكمية في القاعدة المضافة من NaOH ضفنا قاعدة مقدارها من 0.2 ثم 0.4 0.6 0.8 الى 1. وسجلنا تغير الـ pH من 1 2 3 4 الى 9. لاحظ انه وجود الحامض لوحده بدون اضافات يعني لما تكون كمية الاضافة صفر الـ pH كان للحامض تقريبا 2 فهذا pH منخفض جدا معناته الحامضية عالية جدا. ثم بدينا باضافة القاعدة كل ما نضيف قاعدة كل ما الـ pH يزداد كل ما نضيف قاعدة كل ما الـ pH يزداد ثم يرتفع مستوى الـ pH باستمرار الإضافة إلى أن يصل إلى pH 8 تقريبا بعد إضافة 1 مولر من قاعدة الـ NaOH. لكن هذا الشكل هو شكل حرف S sigmoidal shape نسميه sigmoidal shape. نلاحظ تغير الـ pH في الوسط يكون قليل في المقابل تغير الـ pH في الأطراف يكون عالي لنفس كمية الإضافة يعني نفس الكمية المضافة لكن في الوسط يكون هنالك ممانعة شديدة لتغير الـ pH في الأطراف هنالك ممانعة قليلة لتغير الـ pH.
tissue extracts or enzymes. إذا كنا في تجربة نستخدم مستخلص من نسيج معين أو نستخدم enzyme. Constant pH is maintained by the addition of buffer. يجب أن نحافظ على الـ pH ثابت. كيف نحافظ على الـ pH ثابت؟ يجب أن نضيف محلول بفر. محلول البفر المستخدمة في الكيمياء الحيوية كثيرة، منها الـ MAS اللي هو 2N مورفولينو إيثان سلفونيك أسيد PKAL 6.1، وأيضا الـ Inorganic Orthophosphate PKAL 7.2، والـ HEPES اللي هو الـ Anhydroxy أثيل فبرازيلين N9 2 إيثان سلفونيك أسيد PKAL 6.8. كذلك يوجد مركب مهم جدا هو التريس، نسميه التريس، وهذا هو متأتي من التريس هيدروكسي مثل أمينو ميثان بي كي ال 8.3. هذه كلها مركبات معروفة وشائعة في الاستخدام في الكيمياء الحياتية، والغرض من استخدامها هو تثبيت البي اتش في حال الرغبة بالعمل ببي اتش معين. The value of PKA relative to the desired pH is a major determinant of which buffer is selected. يعني انت لما تريد ان تكون بفر معين، فالمفروض ان تختار مادة يكون الـ PKA لها قريب من الـ pH اللي انت تحب ان تعمل عليه. ولذلك عندنا، شوف المواد اللي انطيناها لها PKA مختلفة، وهذا حسب رغبتك انت في أي pH تحب أن تعمل. Buffering can be observed by using a pH meter. أنا ممكن أن نسوي الـ pH باستخدام pH meter while titrating a weak acid on base. ونحب أن نسحح فت قاعدة معينة على حامض ضعيف حتى نكون الـ pH المطلوب. We can also calculate the pH shift that accompany addition of acid or base to a buffered solution. وأيضا ممكن أن نحسب تغير في الـ pH اللي هو الـ pH shift من خلال إضافة قاعدة أو إضافة حامض على محلول بفر. In the example، عندنا مثال راح يجي بالشريحة القادمة. مثال: the buffered solution، محلول بفر، a weak acid، عندنا بحامض ضعيف، والـ pKa إلى 5 and its conjugate base وقاعدته أو ملحوية is initially at 1 of 4 pH value، موجود ب 4 حالات من الـ pH مختلفة. We will calculate the pH shift that results when 0.1 milli equivalent of KOH is added to 1 milli equivalent of each solution. راح نضيف 0.1 مولر من KOH إلى كل واحد من هذه المحاليل الأربعة، هي أربع محاليل عندنا، ونشوف التغير شلون راح يصير في الـ pH في كل مرة. هنا نلاحظ هذه المحاليل الأربعة، وعندنا الـ initial pH، pH الأساسي الأولي في هذه المحاليل طبعا مختلف، واحد بيهم 5، واحد 5.37، واحد 5.6، واحد 5.86، وهذه اجتنا من وجود حامض اللي هو الـ HA وملحة اللي هو A minus. الـ HA والـ A minus تراكيزهم هنا متساوي، يعني في المحلول الأول لاحظ الـ HA هو 5 والـ A minus أيضا 5، فلو نقسم الـ A minus على الـ HA راح يعطينا 1، هذا في المحلول الأول.
فإذا لو نطبق معادلة هندرسون هازلباخ اللي هي بي اتش يساوي لنا بي كي اي زائد لوغاريتم سلت اون اسيد، السلت اون اسيد هنا أنا واحد، فإذا اللوغاريتم صفر، فإذا البي اتش يساوي لنا البي كي اي، وبما أنه البي كي اي مالت الحامض هذا هو 5، إذا البي اتش راح يساوي 5، ولذلك هنا البي اتش مكتوب initial بي اتش equal to 5. بالمحلول اللي إلى جانبين نلاحظ أنه عندنا الـ HA هو 0.3 بينما الـ A minus هو 7، لما نقسمهم واحد على الثاني يطلع 2.3، ناخذ الهلوغاريتم الـ 2.3 ونجمعها ويا الـ PKA فيصير 5.37. المحلول اللي بعده الـ HA هو 0.2 والـ A minus يعني الملح هو 0.8 مولر تركيزه والحامض تركيزه 0.2 مولر، وبالتالي لما نقسمهم هيطلع 4، ناخذ لها لوغاريتم تطلع 0.6، فنضيفها على الخمسة يطلع 5.6. هنا الـ pH راح يزداد، معناته احنا نزداد قاعدي كل مرة نزداد قاعدي. في المحلول الأخير الـ initial pH مالته 5.86، يعني قريب من الستة تقريبا. فهذا منين اجانا؟ لانه عندنا تركيز الملح عالي وتركيز الحامض قليل، الحامض هو فقط 0.12 بينما الملح 0.88، فلما يقل الحامض ويزداد الملح راح الحامضية تقل ونقترب من القاعدية اكثر، فيصير البي اتش 7 البي اتش 5.86. وهذا طبعا جاينا منين؟ من حساب الملح على الحامض اللي هو 7.33، وناخذ هاللوغاريتم ونضيفها على الخمسة يطلع عندنا 5.86. هذه أربع محالي. هنا هذين الأربع محالي ضفنا لكل واحد من هذه المحالي الكمية من القاعدة مقدارها 0.1. القاعدة ايش راح تسوي؟ احنا عندنا لما نضيف القاعدة على ملح وحامض، القاعدة تتفاعل مباشرة مع الحامض، إذا راح تقلل الحامض، لكن تفاعل القاعدة مع الحامض راح ينتج ملح، إذا هي دائما تزيد الملح ودائما تقلل الحامض، إذا راح تلعب دور في زيادة الملح وفي تقليل الحامض في كل مرة وفي كل المحل. هسه نلاحظ المحلول الأول، المحلول الأول كان تركيز الحامض بـ 0.5. تركيز الحامض 0.5، أصبح تركيز الحامض مثل ما تشوفون 0.4، تركيز الملح كان 0.5 أصبح تركيز الملح 0.6، إذا زاد تركيز الملح بمقدار 0.1 وقل تركيز الحامض بمقدار 0.1، ولو نقسمهم نسبتهم ما راح ترجع مثل أول 1 وإنما أصبحت 1.5، وإذا أخذنا لهم لوغاريتم فاللوغاريتم راح يصير 0.17 وراح يتغير الـ pH من 5 إلى 5.1 1.8، فإذا اكو عندنا فارق في الـ pH مقداره 0.18، بعد ما ضفنا القاعدة تغير الـ pH بمقدار 0.18. المحلول الثاني أيضا ضفنا له قاعدة، المحلول الثاني نلاحظ أنه كان تركيز الحامض بـ 0.3 أصبح 0.2، كان بـ الملح تركيزه 0.7 أصبح 0.8، وبالتالي من قسمناهم واحد على الثاني نتج عندنا 4، اخذنا اللوغاريتم اصبح ال pH النهائي 0.602، وبهذا تغير بمقدار كبير، اصبح الفاينل pH هو 5.6، فاذا عندنا تغير بمقدار 0.6. كذلك بالنسبه لل pH في المحلول الثالث أيضا نفس الحالة، إضافة القاعدة أدت إلى تغير في الـ pH مقدار 0.95. في المحلول الرابع أيضا تغير الـ pH مقدار 1.69، شوف هي نفس الإضافة نضيفها، إحنا نفس الإضافة نضيف 0.1 مولر من KOH، في كل مرة نضيف 0.1 مولر،
لكن مو في كل مرة يحدث نفس التغير. التغير في البي اتش في البداية كان قليل، لكن في النهاية أو في المحلول الرابع أصبح التغير كبير، مع أنه كلهم محالي البفر، مع أنه كلهم محالي البفر، لكن التأثير مختلف. السبب هنا أنه إحنا كل ما يكون عندنا البي اتش قريب من البي كي اي، كل ما يكون عندنا محلول البفر عمله بيكون كفوء جدا. كل ما اقترب البي اتش المحلول من بي كي اي الحامض او بي كي بي القاعده، كل ما كان عمل البفر كفوء وقوي. بينما لما يبتعد البي اتش عن البي كي اي يكون العمل هنا اضعف، ونلاحظ التغير يكون اكبر. Notice that the change in pH per milliequivalent of OH added depends on the initial pH. يعني احنا نعتمد على ال pH الاساسية، هل هي قريبة من البي كي اي او بعيدة عن البي كي اي؟ اذا كانت قريبة من البي كي اي فالبفر جيد، واذا كانت بعيدة عن البي كي اي فالبفر غير جيد. The solution resists change in pH most effectively at pH values close to the pKa. يعني قريبة من البي كي اي تكون بهالحالة effective، يعني ممتاز البفر. A solution of weak acid and its conjugate base buffers most effectively in the pH range pKa plus minus 1 pH unit. يعني إذا تتكون محلول بفر من النوع الجيد جدا، يجب أن تعمل على أن تجعل ال pKa للبفر أو للحامض اللي أنت ماخذه، أو ال pKb للقاعدة اللي أنت ماخذه، ما تكون أكثر بفارق مقدار وحدة واحدة من ال pH عن ال pH المطلوب للعمل. إذا ابتعدت في ال pH عن هذا الرينج راح يكون البفر عندك ضعيف. نجي على ال acid strength depends on molecular structure. إنه قوة الحامضية تعتمد على التركيب، وهذا طبعا كل ما يكون الحامض له تركيب معين أو طبيعة الكيميائية لتركيب الحامض مؤثرة في مدى قوة الحامض. Many acids of biological interest possess more than one dissociating group. The presence of adjacent negative charge hinders the release of proton from a nearby group. يعني بعض الحوامض بيها مجموعتين حامضية متجاورة، فلما المجموعة تغادر أو الهيدروجين يغادر بسبب التحلل، راح تكون الجزيئة حاملة لشحنة سالبة، وهذه الشحنة السالبة تمنع تفكك الهيدروجين الثاني، لأنه الهيدروجين الثاني موجب فيميل ينجذب للشحنة السالبة وما يميل أن يتركها، ولذلك ما راح تكون قوة الحامضية متساوية في حالة التحلل الأول والتحلل الثاني. The presence of adjacent negative charge hinders the release of a proton from nearby group, raising its pKa. This is apparent from the pKa values for the three dissociating groups of phosphoric acid and citric acid. هاي نلاحظها إن شاء الله بالشريحة الثانية وقيم الـ pKa. قيمة الـ pKa صغيرة كل ما كان هذا الحامض قوي، وكل ما كانت قيمة الـ pKa كبيرة كان هذا الحامض ضعيف. فهنا مؤشر إلى قوة الحامض. بالنسبة للدايبروتيك أسيد اللي هي كربونيك، السكسينيك، الجلوتاريك أسيد، هاي كلها نلاحظ أنه دائما الـ pKa 1 أصغر من الـ pKa 2، أو خلينا نقول دائما الـ pKa 2 أكبر من الـ pKa 1. يعني الـ pKa 1 تكون قوية من ناحية الحامضية وقليلة من ناحية الكمية.
في الترايبروتيك اسيد اللي هي ثلاثيه في الحلق، لاحظ انه على سبيل المثال لو ناخذ الفوسفوريك اسيد، فوسفوريك اسيد عنده بي كي اي 1 2.15، يعني في منطقه حامضيه اذا هو حامضي قوي، لكن البي كي اي 3 في منطقه قاعديه اذا هنا ما تنحل بسهوله، والجزيئه الفوسفوريك اسيد ما تفقدها حتى في البي اتش 7 هي ما راح تفقدها، يعني ممكن ان تتأين منها في بي اتش 7 الهيدروجين الاولى والهيدروجين الثانيه، لكن تبقى محتفظه للهيدروجين الثالثه وما ممكن ان تفقدها الا في بيئه قاعده. The effect of adjacent charge decreases with distance. The second pKa 4 succinic acid, which has two methylene groups between its carboxyl group, is 5.6, whereas the second pKa for glutaric acid, which has one additional methylene group, is 5.4. نلاحظ اللحظة هنا انه طبعا الجلوتاريك اسيد يختلف عن السكسينيك اسيد بشنو؟ انه الفاصل بين مجاميع الكربوكسيل بدل ما اثنين مجاميع مثيل في السكسينيك تكون ثلاثه في الجلوتاريك اسيد، يعني الجلوتاريك اسيد اطول سلسله، وبالتالي تاثير مجموعه الكربوكسيل الاولى على الثانيه راح يقل، مما يجعل الجلوتاريك اسيد الى بي كي اي مقداره 5.4 يعني قوي حامضيا اكثر من ما موجود في السكسينيت اللي هو 5.6، وهذا يرجع الى وجود مجموعه مثيل اضافيه في تركيب الجلوتاريك اسيد تبعد مجاميع الكربوكسيل واحده عن الاخرى، وكل ما ابتعدت المسافه قلل تاثير. هذا هو المفهوم اللي في هذه الشريحة. acid base homeostasis. acid base homeostasis is the part of human homeostasis concerning the proper balance between acids and bases, also called body pH. The body is very sensitive to its pH level, so strong mechanisms exist to maintain it outside the acceptable range of pH. Proteins are denatured and digested. Enzymes lose their ability to function and death may occur. هنا في هذه الشريحة هناك أهمية كبيرة لموازنة الحامض قاعدة وإبقاء الـ pH ضمن الرينج الطبيعي اللي هو 7.4 for human، وبالتالي أي تغير كبير متطرف في الـ pH سيؤدي إلى مسخ البروتينات وفقدان الانزيمات قابليتها على العمل، وبالتالي تسبب الوفاة. نلاحظ في هذه الشريحة انه الانسان له pH 7.4 والنورمال pH للدم ما يتغير، يكون بين 7.35 الى 7.45، أكثر من ذلك هو الكالوسيس وأقل من ذلك هو أسيدوزيس. لكن الفينوس بلاد يكون يعني يميل الحامضية أكثر من الأرتيريال بلاد اللي يميل للقاعدة. الأرتيريال بلاد لأنه كمية CO2 هنا تكون قليلة فيميل للقاعدة. CO2 طبعا حامضي، بالفينوس بلاد يكون أكثر من الأرتيريال بلاد. CO2 يسبب حموضة دائما وينزل الـ pH، فيكون الرينج تقريبا 7.3 وهنا 7.4 بالنسبة للأرتيريال بلاد والفينوس بلاد.
أما أكثر من هذا فالرنج يروح باتجاه الألكالوزيس اللي هو يتحول الدم إلى قاعدي، وأقل من هذا أقل من 7.3 يتجه إلى الدم الحامضي اللي هو في الحالتين حالة مرضية يجب معالجتها. Mechanism. The body's acid-base balance is normally tightly regulated by buffering agents, respiratory system and the renal system, keeping the arterial blood pH between 7.3 and 7.42. Several buffering agents that reversibly bind hydrogen ions and impede any change in pH exists. Extracellular buffer include bicarbonate and ammonia, whereas protein and phosphate act as intracellular buffer. The bicarbonate buffering system is especially key as carbon dioxide CO2 can be shifted through carbonic acid H2CO3 to hydrogen ion and bicarbonate as shown below. المعادلة اللي بالأسفل توضح أن سبب كون ثاني أكسيد الكربون هو الأساس في عملية البفر في الجسم، لأنه الماء وثاني أكسيد الكربون ممكن أن يتفاعلوا وينطونا حامض الكربونيك أسيد اللي ممكن أن يتفكك إلى الهيدروجين أيون والـ HCO3، وهذه المعادلة تلعب دور كبير جدا في تنظيم البفر في الجسم. الآن في هذا الشكل نلاحظ موجود عندنا الـ X أكسس والواي اكس، محور اكس ومحور واي. في المحور واي نلاحظ موجود البلازما بايكربونات، يعني مستوى تركيز البيكربونات في بلازما الدم، وهنا مقاسة بالمليمول بير ليتر، يعني مليمول عادي هذا تركيز البايكربونات. إذا نشوف شقد التركيز الطبيعي نلقى 24، يعني التركيز الطبيعي للبايكربونات في الدم لما يكون الدم ضمن البي اتش الطبيعي تركيز البايكربونات ب 24، وهذه موجودة على الواي اكسس. إذا تلاحظ الواي اكسس بها النورمال ليفل اوف بايكربونات از 24 ملي مول بير ليتر، هذا مستوى البايكربونات الطبيعي في الدم. لما نجي على الاكس اكسس نلاحظ البي اتش اللي هو arterial blood pH. الـ pH الطبيعي إذا نشوف هو 7.4 يمثل لك الـ pH الطبيعي. نصعد للأعلى الرينج هنا هو مستوى الهيدروجين في الدم، وهنا مستوى 40 يعني مقاس بالنانومول بير لتر، يعني إذا نشوف تركيز الهيدروجين هنا لازم نضربه في 10 قوى ناقص 9، يعني 40 في 10 قوى ناقص 9. وهذا تركيز الهيدروجين في الدم اللي هو التركيز الطبيعي. إذا أردنا ناخذ للوغاريتم ونرفع الإشارة السالبة فراح يرجع هو 7.4. فإذا هنا تركيز الهيدروجين اللي قابل 7.4 هو 40 في 10 قوى ناقص 9 أو 40 نانو مول بير لتر، هذا تركيز الهيدروجين. الخطوط هذه تمثل ان الضغط لثاني اكسيد الكربون بالمليمتر اوف ميركوري، مليمتر اوف ميركوري الضغط الزئبقي. اذا نشوف نتابع الخط المار بالنورمال هو 40 ايضا، يعني ضغط ثاني اكسيد الكربون الطبيعي في الدم هو 40 مليمتر مركب. هذه هي المواقع الطبيعية اللي هي النورمال
الرينج النورمال، هذا الرينج في الوسط. اذا نروح باتجاه اليمين نسوي شيفت شوي باتجاه اليمين، فهنا راح يتحول البي اتش الى 7.6، وهذا بالاكيوت ريسبيراتوري الكالوزيس، يعني لما يتحول يكون الدم قاعدي، او بالميتابوليك الكالوزيس، او بالكرونيك ريسبيراتوري الكالوزيس. اما اذا نروح الى جهه اليسار فنكون في البيئه الحامضيه اللي هي الاسيدوز، منها الكرونيك ريسبيراتوري اسيدوزيس الحامضيه اللي تجينا نتيجة خلل في التنفس وهذا مزمن، أو الأكيوت ريسبيراتوري أسيدوزيس أو الخلل التنفسي أو الحامضية تجينا من خلل في التنفس حاد، أو أيضا الميتابوليك أسيدوزيس اللي هاي تتأتي من خلل في عمل الرينال سيستم. إذا النورمال موجود وإله صفاته وتراكيزه، وايضا اكو صفات وتراكيب مختلفه للاسيدوزز والالكلوزز واضحه من خلال هذا الشكل. ميتابوليك اسيدوزز is a condition that occurs when the body produces excessive quantities of acid or when the kidney are not removing enough acid from the body. يعني تبدا الحامضية ثم الكلى ما تستطيع ان تطلع الهيدروجين وتفرزه للادراك. If unchecked metabolic acidosis leads to acidemia. وهذا راح تؤدي الى ارتفاع مستوى الهيدروجين في الدم، هذا الاسيدينيا. For example, blood pH is less than 7.35. مجرد أن ينخفض pH في الدم إلى أقل من 7.35% راح نعتبر هذه حالة من الأسيدوز. Due to increased production of hydrogen ion. هاي تأتي من إنتاج أيونات الهيدروجين عن طريق الجسم وعدم طرحها عن طريق الكليتين. By the body or the inability of the body to form bicarbonate in the kidney. يعني الكدني تعجز عن تكوين البيكربونات، ايضا هذا سبب من اسباب الاسيدوز. Metabolic alkalosis is a metabolic condition in which the pH of tissue is elevated beyond the normal range. يصعد بها الـ pH إلى أعلى من الحد الطبيعي، يعني أعلى من 7.45. This is the result of decreased hydrogen ion concentration، قلة تركيز أيونات الهيدروجين، leading to increased bicarbonate، وهذه تتأكد من زيادة البيكربونات، or alternatively a direct result of increased bicarbonate concentration، أو تأثير مباشر لزيادة طرح البيكربونات في الدم. هذه كلها تسبب حالة من الكالوزيس. أيضا عندنا respiratory acidosis is a medical emergency، حالة خطرة طبية، in which decreased ventilation, hypoventilation, increases the concentration of carbon dioxide in the blood. عدم قدرة الإنسان على التنفس تزيد من تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم. And decrease the blood pH. تقلل الـ pH وبالتالي ترفع الحامضية. A condition generally called acidosis or respiratory acidosis. Respiratory alkalosis is a disturbance in acid and base balance due to alveolar hyperventilation. هنا معكوس الاسيدوزز. الاسيدوزز hypoventilation، هنا عندنا hyperventilation. hyperventilation زيادة في تبادل الهواء. Alveolar hyperventilation leads to a decrease
partial pressure of arterial carbon dioxide، وهذا يقلل الكربون دايوكسيد في الجسم وبالتالي يسبب لنا حالة من الكلى. What do we need to evaluation the acid base disorder؟ ما الذي تحتاجه لتقيم الأخطاء اللي يصير في الأسيد بيس بالانس، ميزان الحامض قاعد، ما الذي نحتاجه حتى نقيم الأخطاء؟ أولاً arterial blood gas and serum electrolyte drawing at the same point in time، نقوم بتحليل غازات الدم اللي هي CO2 والO2، ونأخذ السيرم إلكترولايت اللي هي البيكربونات، نحلل البيكربونات ونحلل CO2 والO2 في نفس الوقت، يعني في نفس العينة حتى نستطيع أن نحكم. ثانيا an understanding of the patient's history، نشوف تاريخ المريض شنو عنده من أشياء ضيق بالصدر أو أشياء تتعلق بالأمور. ثلاثة a basic understanding of physiology and biochemistry، فهم للفيزيولوجي وللبايوكيمستري حتى نستطيع أن نحكم على الأسيدوزز والألكلوزز اللي موجودة. يجب أن نفهم البيزك الأساسي، قواعد البايوكيمستري وقواعد الفيزيولوجي. For common sense، يعني نستخدم المنطق في التحليل للوصول إلى النتيجة النهائية. الآن في هذا الشريحة نلاحظ كيف يمكن أن نحسب pH الدم. عندنا معطيات كثيرة، منها أنه النورمال artery pH range هو 7.38 to 7.4، هذا النورمال range. بس شلون نحسبه؟ هسه نشوف كيف ممكن أن نحسب هذا الـ pH. نورمال artery PaCO2 يعني ضغط ال الجزئي لثاني اكسيد الكربون يتراوح بين 38 الى 42 ملي متر اوف اتش جي، اللي هو تقريبا 40 ام ام ميركوري بالنسبه لضغط الزئبق ملي متر اوف ميركوري. هذا ضغط الجزئي بارشل بريشر، بارشل بريشر اوف سي او 2، بارشل بريشر of CO2 in the artery. ثم عندنا normal concentration of bicarbonate at CO3 minus. bicarbonate هو 22-26 ملي equivalent per liter أو نسميه ملي مولر. فيطلع الرينج إلى 24 تقريبا ملي مولر. هذا تركيز البيكربونات في الدم. الآن لو نجي نطبق معادلة هندرسون هذا الباخ اللي أخذناها الـ pH يساوي لنا pKa زائد لوغارتم سالت أوفر أسيد. فالـ pH يساوي لنا الـ pKa بالنسبة للبيكربونيك أسيد هو 6.1 زائد لوغارتم تركيز البيكربونيت اللي هو السالت بيكربونيت هو 24 ملي مولر. لكن تركيز الحامض، احنا ما عندنا تركيز الحامض الكربونيك اسيد، عندنا ضغط بي سي او 2، فهذا السي او 2 3% فقط راح يتحول الى حامض. فحتى نضرب او 3% نضربه في 3% فاكتور هذا حتى نحوله الى تركيز الحامض بالحقيقه. فاذا هو تركيز الحامض راح يطلع 40 اللي هي تمثل لنا الضغط الجزئي لـ CO2 مضروبة في الفاكتور هذا 3% حتى يطلع لنا هنا بالأسفل تركيز حامض الكربونيك أسيد. فيطلع عندنا تركيز الحامض هو 1.2. فتكمل المعادلة تصير بيها الـ pKa 6.1 لوغارتم 24 on 1.2 ملي مولر. الآن تساوت الوحدات كلها ملي مولر ملي مولر. فإذا 6.1 plus log 20
will be 6.1 plus 1.3 and the result will be 7.4 وهذا هو pH في الدم وهذه طريقة حسابه وممكن حساب أي متغيرات أخرى في حال أنت حصلت على قيم مختلفة لـ HCO3 أو ضغط CO2 اختل عند الإنسان ممكن تدخله في هذه المعادلة وتطلع pH الدم. في هذه الشريحة موجود الأسيد بيز أوردر أند ذير كومبنساتوري تشينج يعني لما يصير عندنا خلل في الأسيد بيز بالانس راح يكون عندنا كومبنساتوري تشينجز يقوم بها الجسم حتى يحاول أن يتلافى هذه الأخطاء يعني لو حدث في الريسبيراتوري سيستم مثلا خطأ راح يقوم الرينال سيستم بتصحيحه ولو حدث خطأ في الرينال سيستم راح يقوم الريسبيراتوري سيستم بتصحيحه فهنا الديس اوردر على سبيل المثال لو عندنا اخطاء تحدث فعندنا يصير برايمري تشينج تغير ابتدائي وفيما بعد يجي اكو كومبنساتوري ريسبونس استجابه لهذا التغير او هذا الخطا ماذا يقوم الجسم كيف ممكن يصحح هذا الخطا فاكو عندنا كومبنساتوري ريسبونس اكو استجابه لاجل تصحيح هذا الخلل اللي حدث مثلا في الريسبيراتوري اذا كان عندنا ديس اوردر بالريسبيراتوري فيكون عندنا اسيدوزس او الكالوزس لنفرض حدث عندنا اسيدوزس يعني معناته شنو اللي حدث بالريسبيراتوري معناته سبب عندنا زياده بسبب الاختناق مثلا سبب زياده في ضغط سي او 2 يقابله بالكومبنساتوري انه الرينال سيستم راح يقوم بزياده بالاتش سي او 3 حتى يقلل من تاثير السي او 2 لو حدث عندنا بالريسبيراتوري برايمري تشينج هو مثلا الالكالوزيس اللي سبب لنا انخفاض في سي او 2 فالكومبنساتوري افكت راح يكون انخفاض في السي او 3 اما اذا كان الخلل ليس ريسبيراتوري وانما ميتابوليك يعني يتعلق بالكدني اذا ريسبيراتوري يعني يتعلق باللينك واذا ميتابوليك يعني يتعلق بالكدني اذا صار خلل من قبل الكدني انه سببت لنا الكدني اسيدوزس يعني شنو يعني ما قامت بإنتاج كمية كبيرة من HCO3 فتسببت بالأسيدوزس راح شو يسوي اللنج راح تصير إفكت كومبنساتوري إفكت اللي هو شنو تقليل من CO2 وزيادة الريسبيريشن بينما لو حدث العكس يعني الألكالوزس قامت الكدني بعمل ألكالوزس يعني زيادة بإفراز HCO3 الكومبنساتوري إفكت اللي هو زيادة في فإذا هناك في أجسامنا primary changes يتبعها compensatory response وهذه راح تكون مثلا إذا كانت من respiratory system فالcompensatory راح يكون من الكدني وإذا كانت من الكدني هذا الخطأ primary compensatory راح يكون من اللنج أو من respiratory system وهكذا Acid-base imbalance that overcome the buffer system can be compensated in the short term by changing the rate of ventilation. This alters the concentration of carbon dioxide in the blood, shifting the above reaction according to Le Chatelier principle, which in turn alters the pH. For instance, if the blood pH drops too low acidemia, the body will compensate by increased breathing thereby expel CO2 and shifting the above reaction to the left such that fewer hydrogen ions are free. Thus the pH will raise back to normal. For alkalemia, the opposite occurs. Kidneys are slower to compensate, but renal physiology has several powerful mechanisms to control pH and to control pH by the excretion of excess acid or base outside the body يعني الكدني هي أبطأ في عملها الكلى هي أبطأ في عملها من الجهاز التنفسي لكنه فسدت الكلى تمكنها من أن تكون محرك قوي ولاعب قوي في عملية تغيير الـ pH وذلك بقدرتها على طرح الزيادة من الهيدروجين أو زيادة من القاعدة اللي تكون في الدم وبالتالي تتخلص من الحامضية والقاعدة فإذا
الريسبيراتوري سيستم هو لاعب قوي في عملية التوتر، وكذلك الرينال سيستم هو لاعب قوي في عملية التوازن، وكلاهما يعمل بالتعاون مع الآخر لإبقاء البي اتش ضمن الحد الطبيعي. In response to acidosis, tubular cell reabsorb more bicarbonate from the tubular fluid. Collecting duct cell secrete more hydrogen and generate more bicarbonate and ammonia genesis lead to increased formation of the NH3 buffer. In response to alkalosis, the kidney may excrete more bicarbonate by decreasing hydrogen ion secretion from the tubular epithelial cell and lower rate of glutamine metabolism and ammonia excretion. هنا نتحدث عن ما الذي تقوم به الكدني في حالة، على سبيل المثال، الأسيدوزس. التيوبيلر سيل، الخلايا اللي في الأنابيب اللي تمر بها الإدرار، راح تقوم بتأثير الأسيدوزس بامتصاص البيكربونات وإعادتها للدم، وبالتالي ترفع مستوى البيكربونات في الدم. بينما الكولكتنج داكت، القنوات الجامعة في الكدني، تطرح الكثير من الهيدروجين، لأنه الهيدروجين هو اللي يسبب مشكلة الأسيدوزيس. الأسيدوزيس هي ارتفاع بالهيدروجين، فراح تطرح كميات كبيرة من الهيدروجين في الإدرار وتحول الإدرار إلى إدرار حامضي، وكذلك تقوم بإنتاج الأمونيا وإعادتها للدم، سحب الأمونيا من الإدرار وإعادتها للدم حتى تكون بفر قاعدي، بفر قادر على معادلة الحامضية. هذا في حال الأسيدوز. في حال الألكالوزز، الكدني أيضا تشتغل حتى توخر الألكالوزز، هالمواد القاعدية اللي يصير في الدم حتى تزيحها. وش تسوي هنا الكدني؟ أولا تسوي excretion for more bicarbonate، تطرح شكو بايكربونات، راح تطرح كميات كبيرة من البيكربونات، لأن البيكربونات هي اللي سبب لنا زيادة في القاعدة. وكذلك تقلل، شوف، decreasing hydrogen ion secretion، يعني تقلل من طرح الهيدروجين، لأن احنا نحتاج الهيدروجين، احنا عندنا الكالوزز من الهيدروجين حتى يعادل لنا هذه القاعدة، فتحتفظ بالهيدروجين في الدم في حين تطرح البيكربونات وتتخلص من عدم. وأيضا تقلل مستوى الجلوتامين حتى تتخلص من كميات من الأمونيا وتسبب لنا الأمونيا، أمونيوم إكسكريشن، وتطرح الأمونيا حتى تتخلص من الأمونيا، الأمونيا تزيد القاعدة، الأمونيا والبيكربونات هيزيد القاعدة، لذلك الكدني تعمل على طرحها في حين ترجع الهيدروجين للدم حتى ترفع من الحامضية وتقلل الـ pH وترجعها إلى المستوى الطبيعي.